مرحبا مواليد برج الحوت، كيف بده يكون الاسبوع من الاثنين ثلاثة للاحد 9 حزيران يونيو؟ شو في عندنا بهذا الاسبوع؟ هذا اسبوع بالنسبة لكم اسبوع كثير مهم، لانه طبعا الشمس وجودها في برج الجوزاء. ما رح احكي عن هذا الموضوع بالتفصيل، حكي عنه ببرجكم الشهري. يلي ما سمع بعد برج الشهري بتقدروا تدخلوا وتسمعوه، حتى الرابط وايضا بصندوق الوصف كمان بتقدروا تدخلوا وتسمعوه. كمان انتم يلي ما سمع بعد تأثير كوكب المشتري على برجه، رجاء تخلوا اسمعوا الرابط وايضا بعلبه الوصف. هذا الاسبوع اذا هو اسبوع كثير مهم، التغييرات لانه دخلنا في شهر جديد، وهذا الشهر كثير مهم لكم ولكل الابراج. لأسباب عديدة، الشمس ببرج الجوزاء، المشتري برج الجوزاء، الزهرة برج الجوزاء، لكن أيضا في عنا عطارد برج الجوزاء، وفي عنا قمر جديد برج الجوزاء، وأنتو في عندكم تحديدا عندكم زحل ونبتون ببرجكم، لذلك في كتير معطيات فلكية ما رح أرجع أدخل فيها، حكي عنا ببرجكم الشهري. المهم الأحوال الفلكية هلا الأبراج الأسبوعية هي لتعطيكم كل يوم هذا الأسبوع كيف نوعيته لتعرفوا تاخذوا مواعيدكم. آخذين او انا على الاقل اخذ بعين الاعتبار كل الجو الفلكي، كل الجو الفلكي. انا مني براجي، انا عالمة فلك، باخد كل الابراج، وباخد الابراج من شهر من شهرين وثلاثة، باخد جو كيف كان وين ماشيين وين رايحين. التنين ثلاثة أربعة القمر ببرج الثور. وجود القمر ببرج الثور مطمئن لموالي برج الحوت، بيساعدهم مريح لهم بالهم، بذكرهم بشهر أيار مايو. ما معناتها شهر حزيران متعب يعني ما رح يطلع لكم شيء، لكن هنالك حنية في 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 مؤامرة معكم، في تعاون معكم من القمر ببرج الثور، مش الشخص اللي برج الثور، لا، من القمر ببرج الثور يتعاطف معكم بيساعدكم. فاثنين وثلاثة يومين كتير حلوين بالويك يلي هو للشغل، بالاسبوع اللي بيشتغل فيه الواحد، بيروح على شغله خمس ايام بالجمعه مثلا من اثنين للجمعه، فاثنين وثلاثة هني الافضل، وللمعيد ايضا اكيد. الاربعاء ابتداء من الساعه 11:30 صباحا توقيت بيروت بيترك القمر برج الثور بيروح لبرج الجوزاء. الخميس القمر برج الجوزاء، الخميس في عنا قمر جديد برج الجوزاء الظهر، الجمعة 7 القمر برج الجوزاء حتى 4 إلى ربع بعد ظهر توقيت بيروت، بعدين بيروح لبرج السرطان. أوكي، خلينا نركز على فترة وجود القمر برج الجوزاء، هي الفترة يلي بكل هذا الأسبوع فيها شوية نتف التعب إضافي. نحن عم نحكي عن الشخص اللي مرتب حاله، مرتب شغله، محضر كل شيء، عم بيشتغل مظبوط على القانون وحسب شغله، شو بالمدرسة قايلين له، شو بالشغل قايلين له، شو مطلوب منه. فهذا الأسبوع رح بتلاقوا إنه في شوية ضغوط زيادة، يعني بينسألوا أسئلة أصعب، يمكن بنطلب منكم تشتغلوا بموضوع شوي أنتم مش كتير متمكنين منه مثلاً. مش بالضروره، في احتمال انه تبدعوا فيه بشكل هائل. طبعا الامور العائليه كمان بتدخل على الخط، لانه الجوزاء هو البيت العائلي، ففي احتمال انه شويه امور ترجع تطلع على السطح، ترجع فتح ملفات ومواضيع حساسه. القمر الجديد من برج الجوزاء يوم الخميس قد يفتح هذه الامور، بيفتح الملفات، يمكن لحتى تتسلط عليها الاضواء، يعني once and for all، يعني من الآخر ونخلص منها بقى هذه القصة. كمان في احتمال انه من الناحية الإيجابية بعد موالي برج الحوت ببلشوا صفحة شخصية جديدة وحلوة، او في مرحلة بتخلص وبتدخلوا بمرحلة أخرى. الجمعة بعد الظهر القمر بيروح لبرج السرطان، السبت القمر برج السرطان، والأحد القمر برج السرطان حتى 10:30 المساء توقيت بيروت. حلو، القمر برج السرطان هو اللي رح بخليكم فعلا توصلوا لعطلة الأسبوع تقولوا خي ارتحنا، لكن رجاء مطلوب منكم انه خلال الأسبوع تكون أعمالكم نظيفة لحتى فعلا عطلة الأسبوع تنجحوا فيها، ترتاحوا فيها، وتقدروا تلموا الشمل وأنتوا ترتاحوا وتقووا حالكم. يوم الأحد المساء القمر بيروح لبرج الأسد، فالجو كمان بيكمل جيد، لا يوجد سلبيات بتاتا، وإن معقولة تكتر عليكم شوية الانشغالات. اللي عم يتابع من القارة الأمريكية بيكون بعد الظهر، لا بتاخدوا هذا الشيء بعين الاعتبار. المواليد الأكثر تعبا 9 10 18 19 أذار مارس، وطبعا برجع بقول لكم انه تاثيرات المشتري والزهره رح بتخفف شوي من وطئه هذه الضغوط. رجاء ضروري جدا ترجعوا تسمعوا الروابط الابراج الفيديوهات اثنين خاصه يلي ذكرت لكم اياها. تابعوني مع الابراج اليوميه للمزيد من التفاصيل، ويلي عنده سؤال يحط لي اياه بالكومنتس رجاء. باي باي.